القضية ليست لهنالك إمكانية أو أن هذه البطاقة فيها سحر الشركات العالمية هي وحدها تعرف. ما وزارة التربية تطبع القراءة الخلدونية برا، مال دار دور تطبع برا، لأن الوليدات محتاجين فلوس حتى يمولون حملاتهم الانتخابية. يعني صعب علينا التقبل لهذا الكلام أستاذ عبد الحسين، لأنه إحنا فتشنا باللبن بس بعد ما عشنا وحل القوى السياسية الحاكمة والمساندة لها. القراءة تطبع برا. نعم، أنا عامل مطبعة في الأصل. في الواقع كنت أشتغل في مطابع بغداد، وكنا نطبع القراءة الخلدونية بنسخ هائلة جدا للعراق والمنطقة العربية كلها، الخليج وغيرها. فأعرف قضية الطباعة. أنا ما أدافع عن شركة أو أدافع عن اتفاق محدد ولا عن المفوضية في اتفاقياتها الخاصة. نحن نتحدث عن انتخابات مبكرة وضرورة توفير المستلزمات الضرورية، يعني والبطاقة البيومترية هي وحدة من عدة. في الواقع هناك قضايا أخرى تتعلق بالتحقق من البطاقة البيومترية، هناك أجهزة خاصة التصويت البيومتري وأجهزة مختلفة.